لو بنتكلم على ريديومتريك ديفينيشنز، يعني الحاجات الاساسيه خالص هي راديانت انرجي، ودي عباره عن التوتال اماونت اوف انرجي بينج كونسيدرد، بتبقى ميجرد ان جولز وإميتد باي سورس وترانسفير فروم ريجن تو ريجن. ودي حاجه طبعا حاجه يعني مش مختلفه كتير عن انرجي من اي سورس. الريديانت باور هي نفس الحكايه بالظبط، بس بنتكلم على بير يونت تايم، فعشان كده بتبقى ميجرد ان واتس، فيري ماتش لايك اني انرجي سورس. برضه لو بتكلم على بوينت سورس، الراديشن انتنسيتي بتاعتي او راديان انتنسيتي بتاعتي هي عباره عن راديشن باور بير يونت سوليد انجل. اوكي، فبنتكلم على السوليد انجل دي معناها بنتكلم على ان بنتكلم على حاجه زي كون، مش بنتكلم على حاجه زي بلينر انجل. اوكي، فبنتكلم على ان هي الباور على 4 باي. لو بتكلم على يونت او بوينت سورس بقسمها على 4 باي، لان احنا الكوره بيبقى فيها 4 باي سوليد انجل. اوكي، السوليد انجل على فكره الوحده بتاعتها بنسميها ستيريديان، يعني احنا عندنا راديانس في الدايره. لما بتكلم على بقى سوليد انجل بنسميها ستيريديان او ستيريو راديان، يعني هي ستيريديان، فهي بتبقى الرمز بتاعها SR minus 1. لو عندي اكستندد سورس مش بوينت سورس بقى، لا انا باخد بقى الاماونت، في حاجه اسمها راديانس. اوكي، هي الاماونت اوف راديانت باور بير يونت سوليد انجل بير يونت سيرفيس اريا بروجكتد بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف ذا راديانت انرجي. فدي احنا بنحتاج فيها ان احنا بنحسب برضو نفس الحاجه، باور بير يونت انرجي هي نفسها الراديانت انتنسيتي اللي موجوده عندنا هنا، بس في الاخر برضو بعملها بير يونت سيرفيس اريا بروجكتد بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف ذا راديانت انرجي. يعني باخد لو عندي سيرفيس بالشكل ده كده والراديشن جاي لي كده، باخد السوليد باخد الدايركشن بيربنديكولار عليه كده، واحسب بير يونت اريا على الحاجه العموديه، على الاريا العموديه اللي موجوده عندي هنا دي. الحقيقه بيبقى في عندنا يعني نوعين من السيرفيسز ممكن اتكلم عليهم. اوكي، نوع اسمه يعني اللي هو لامبرشن، ونوع تاني هو نون لامبرشن. كويس، لامبرشن ده معناه ان انا بيسكلي عندي حاجه بسميها بيرفكتلي ديفيوز سيرفيس. يعني ايه بيرفكتلي ديفيوز سيرفيس؟ يعني انا لو بعمل لها بعمل ايميشن عليها الراديشن، الحاجه اللي طالعه منها اللي هو ريفلكشن طالع منها ده بيبقى ايزوتروبيك، يعني جاي في جميع الاتجاهات بنفس الشكل بالظبط. بمعنى ان انا لو ببص دلوقتي على سيرفيس والسيرفيس دوت لامبرشن، يبقى معنى كده انا ببص على السيرفيس ده من اي اتجاه بشوف نفس الانتنسي هي بالظبط، مفيش اي اختلاف، عشان كده بسميه ايزوتروبيك او لامبرشن سيرفيس. اي حاجه غير كده بيبقى فيه تغير للانتنسي اللي هي ريفلكتد دي. اوكي، نتيجه لل او راديانت انرجي اللي طالعه دي نتيجه للتغير في الانجل، نتيجه للتغير في البوزيشن، يبقى معنى كده اقول عليها انها نون لامبرشن. واحده من الديفينيشنز مهمه جدا في الراديومتريك او في الراديومتري عموما هي السبيكتروم. السبيكتروم ده انا ممكن ان انا اعرض السبيكتروم اوف انرجي بتاعي، او اعرض الانرجي اللي طالعه لي من الراديانت سورس دوت از ا فانكشن اوف لامدا مثلا. اوكي، بحيث ان انا اعرف ان الراديشن بتاعي ده جاي لي عند الانجل دي بانتنسي قد ايه، وعند الانجل عند الويف لينث ده بانتنسي قد ايه، وعند ويف لينث تاني بانتنسي قد ايه. ودي طبعا حاجه ممكن ان احنا نهتم بيها في بعض الابلكيشنز، ان احنا بيبقى عايزين نتاكد مثلا ان السورس بتاع اللايت بتاعنا بيبقى في الفيزيبل رينج، عشان يبقى معظم الانرجي بتاعتنا نبقى مستفيدين بيها. لو انا عندي لايت سورس، اللايت سورس دوت جزء كبير من الانرجي اللي بيطلعها موجوده في الانفراريد، يبقى معنى كده هو هيجنريت هيت اكتر ما هيجنريت لايت، فدي حاجه خطيره جدا، مش هتبقى افيشنت خالص، وبالنسبه لنا هتخلي السورس اوف لايت ده ما هواش براكتيكال في ابلكيشنز كتيره.